الدهر عطش ونحن الظامئون، وأنت المنبع ومنك نرتوي مدى الحياة، ونبقى ننادي بظل رايتك أبد والله يا زهراء. ما ننسى حسينا، وجاءت هذه الجموع من عند مرقد الإمام الحسين، وكأنها تتجه إلى المشرعة مواساة لإمامها الحسين، وتنحني على قمر بني هاشم، وكأن دموعها بلسما لجراحه. وكيف لا وهو باب الحوائج، هو العباس إيثار وجود له تنمى المفاخر والمكارم. أليس هو المحجة يوم حشر به الزهراء تبتدئ المظالم؟ أبو الفضل المتوج بالمعالي بكفيه بيوم الحشر حاكم. نعم، فللعباس عند الآل وصف تتيه به المعارف والعوالم. ولا أدري إلى أي المراقي سيرقى من به الإيثار حالم، فعند الله منزلة لديه تفوق مدى تصور كل فاهم. وعباسا أيها المعزون، منذ سنة 1932 أضيفت فقرة في هذا البرنامج، وهو أن يسلم خدمة إحدى المدن في العراق راية رمزية إلى العتبة العباسية المقدسة. بدأت بكربلاء، فكركوك، السليمانية، الموصل، ديالى، بغداد، وفي العام الماضي البصرة، واليوم يقدم خدمة المواكب الحسينية والهيئات الحسينية وأهالي مدينة بابل الأعزاء راية رمزية إلى العتبة العباسية المقدسة، لترفع على هذه السارية عند بدء استبدال هذه الراية. فنستقبل هذه الراية المباركة إلى الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة بالصلاة على محمد وآل محمد. يا حسين، نعم، والآن وفي موسم الأحزان، وللإعلان عن موسم الأحزان، هذا الموسم وهذه الأيام التي أقرعت جفون وعيون آل محمد، وأقرعت جفوننا، سنبدأ بإنزال الراية الحمراء التي تعني أن هذا القتيل لم يؤخذ بثاره إلى الآن. فنبدأ بإنزال هذه الراية
من على قبة أبي الفضل العباس عليه السلام. نعم تنزل الراية مع السلام ومع التحية. نعم نعم نزلت الراية الحمراء. نعم نعم نزلت، وكأن هذا النزول هو يوم سقوط جسدي حامل اللواء على المشرعة، وهو يوم انكسار الإمام الحسين على المشرعة، وهو يوم احتضان الإمام الحسين لجسد أخيه أبي الفضل، وكأنه يقول: أخي أبا الفضل المقيم على النهر عليك سلام الله يطلق من نحري، إليك سرى شخصي بيوم محرم وأنت جريح الرأس منك الدماء تجري، وكفاك ما كفاك يا حامل اللواء ستحملها الزهراء في عالم الحشر. ونبدأ الآن برفع راية الحسن والعسى ونحن ننادي يا حسين. ويبقى نداؤنا، طبعا نحتاج دمعه، عده دمعه. يا عباس يا
ويبقى. نحتاج إلى دمعة، نحتاج إلى نعي، ولكن قبل ذلك ومن عند قطيع الكفين ومن عند حامل لواء الإمام الحسين، يبقى العهد مع الزهراء للإمام الحسين عليه السلام، حيث ننادي بصوت واحد إلى عنان السماء أبد والله يا زهراء ما ننسى، أبد والله. رحم الله والديكم. نحتاج إلى هذه الدمعة، إلى هذا الأنين، لأن بلا شك هذا اعتقادنا، إن الزهراء حاضرة اليوم عند الحسين وحاضرة على المزرعة، وهي تلملم الدماء التي تساقطت من عين أبي الفضل العباس عليه السلام، وحاضرة في هذا المكان وترعانا وترعاكم وترعى أنصار الحسين وزوار الحسين، وترعى كل مقاتل يقاتل دفاعاً عن قضية الحسين وعن المقدسات وعن هذا البلد المقدس جميعاً. فلذلك نواسيها بدمعة وبأمنة وبحزن، ونختم بهذا الأنين وهذا النعي مع ملا حميد، فليتفضل استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد.